يتغنى شباب ساحة التغيير ليلاً ونهاراً بحب العراق والحرص على سلامته ووحدة البلاد، وهي دلالة نادرة على الوحدة والتضامن وتجاوز الانقسامات العرقية والطائفية التي مزقت النسيج الاجتماعي للبلاد منذ عقود. نوع من الشباب فنانين اجينا ننقل صورة للتظاهرات، ننطي انطباع عن مدى سلمية التظاهرات. وللرسم دور كبير ومكان في تظاهرات التحرير، حيث أقدم عدد من الشباب والشابات على تغيير ملامح نفق التحرير الذي كان يعرف باتساخه وجدرانه المتآكلة إلى لوحات فنية جميلة. إحنا مجموعة فنانين ارتئينا أنه نوصل صوتنا للعالم، أنه أولاً المظاهرة سلمية ولا تحمل معنى أو طابع حربي أو من هذا القبيل، فردنا أنه نوصل هاي الأفكار ونوصل هاي الرسومات إلى العالم. كما قدم بعض الحرفيين الخدمات من دون مقابل، فهذا الشاب يعلن عبر مكبر الصوت حلاقة الشعر بالمجان في محاولة للتخفيف على المتظاهرين الذين يقتلون التحرير منذ أيام طوال. احنا ويا المتظاهرين وجايين اليوم نزينهم واخوتنا، وشوفوا العراق كله ايد واحدة من تعاوننا ضد الفساد وكل شيء. هذا وأصدر متظاهرون صحيفة أطلق عليها اسم التوك توك، كما تم إطلاق إذاعة باسم نريد وطن داخل ساحة التحرير وسط بغداد، فيما بثت بيانها الأول عبر مكبرات الصوت. وقال أحد المشرفين على الإذاعة إن أعضاء الفريق سيحاولون في الأيام المقبلة الحصول على تردد لبث صوتها في عموم العاصمة بغداد، كما يعملون على تأسيس صفحة باسمها.